بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، اليوم سنتحدث عن الشدة. الدرس الثامن هو الشدة. الشدة هي عبارة عن سكون مع حركة، حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك. لو لاحظنا كلمة أبا، الشدة عبارة عن سكون، تكون أب، الباء الأولى ثابتة، الباء الأولى ثابتة أب، ثم نقول باء ثانية فتحة باء، نقول الباء مرتين أب باء. هيا يا أرو، أب باء، أب باء، أب بي، أب بي، أب بو، أب بو. الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، لذلك لابد أن نأتي بالحرف الأول مع الشدة ثم المتحرك الثاني. إب با، إب با، إب بي، إب بي، إب بو، إب بو، أب با، أب با، أب بي، أب بي، أب بو، أب بو، أبن، 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 إبن، 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 أبن، 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 أتى، أتى، أتي، أتي، أتو، أتو، إتى، إتى، إتي، إتي، إتو، إتو، أتى، أتى، أتي، أتي، أتو، أتو، أتن، 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 أسا، أسا، أسي، أسي، أسو، أسو، إسا، إسا، إسي، إسو، إسي، إسو، إسو، أسا، أسا، أسي، 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 أسو، أسو، أسن، 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 إسن، 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 أسن، 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 أجا، أجا، أجي، أجي، أجو، أجو، إجا، إجا، إجي، إجي، إجو، إجو، أجا، أجا، أجي، أجي، أجو، أجو، أجن، 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 إجن، 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 إجن. هذه هي الشدة مع الأحرف. الآن سنتحدث عن الشدة مع الكلمات. برز، برز، حصل، حصل، صدق، صدق، عدد، عدد، قدر، قدر، كذب، كذب، نعم، نعم، يظن، يظن، يحض، يحض، جنة، 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 ذرة، ذرة. الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. لابد أن نأتي بالحرف الأول مع الشدة ثم الجزء الثاني من الشدة يكون متحرك. قوة، 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 قرة، قرة، سعرت، سرعة،
سعرت سعرت قدمت كذبت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع تحدث نيسرهم فنكتفي بهذا القدر. وهناك فيديو آخر خاص بالشدة سنربطه بهذا الفيديو. والآن مع أغنية الشدة. أنا الشدة أنا الشدة أنا الشدة أنا الشدة أنا عبارة عن حرفين أنا عبارة عن حرفين أنا عبارة عن حرفين الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك نأخذ أمثلة على الشدة أني أني أري أزي أس أسي أشي أطي هذه أمثلة للشدة مع الكسرة هذه أمثلة للشدة مع الضمة الدو الدو أحسنت عبد الرحمن ياسين الطي الطاء الضاء الدو الداء أحسنت السو الرو الدو أحسنت حبة شهد شدة كلها تاني حبة شدة كلها أحسنت يا ياسر السو التو النو أحسنت يا عبد الملك النو الشو السو أحسنت يا محمد مشعل الشا النا أحسنت يا مشعل منصور دكة عم أحسنت يا منصور فكي أحسنت يا أمير أنا الشدة أنا الشدة أنا عبارة عن حرفين الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك الحركة قد تكون ضمة والحركة قد تكون كسرة والحركة قد تكون فتحة من معه شدة وضمة اقرأها يا سعيد من معه شدة وضمة شدة وضمة تفضل نسمع هذه الحركة الأولى هي الضمة هذه الحركة الأولى من معه شدة وفتحة اقرأ شدة وفتحة حبة شهدة شدة كلا شدة وفتحة يا مشعل الشاء النا أحسن من معه شدة وفتحة دكة عدا عم أحسنت يا منصور من معه شدة وكسرة الشي الطي أحسنت يا فيرس أحسنت يا رائد فكي سكي
زكي. أحسنت يا أمير. نكتفي بهذا القدر يا أبطال. آخر مرة. أنا الشدة، أنا الشدة، أنا الشدة، أنا عبارة عن حرفين. الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك. الحرف الأول ساكن. الحركات ضمة وفتحة وكسرة. نكتفي بهذا القدر. وإن أعجبتكم الاستراتيجية لا تنسى الإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله.